وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن اليوم إن شاء الله راح ندرس ثلاث صفحات. لماذا؟ لأن هذه الصفحات متتابعة فيما بينها. إذن ركز معي جيدا ولنبتدئ على بركة الله. إذن في هذه الصفحة عدنا النص وعدنا الأسئلة. Je lis et je comprends، يعني أقرأ وأفهم. Observe la photo et le titre، لاحظ الصورة والعنوان. De quel village s'agit-il، عن أي قرية نتكلم. Où se trouve-t-il، أين تقع. Comment vous parlez-t-il، وكيف تبدو لك. إذن باش نجاوب على الأسئلة التالية ركز معايا. إذن هذه القرية اللي نتحدث عليها وش اسمها؟ إذن il s'agit du village de Tiferdoud، اسمها Tiferdoud. Où se trouve-t-il، أين تقع. Il se trouve en Kabylie، يعني تقع في منطقة القبائل. Comment vous parlez-t-il، كيف تبدو لك. إذن تبدو على أنها جميلة ونظيفة. Il semble beau et propre، جميلة ونظيفة. إذن راح نقرأ لو تكست. Tiferdoud un village de la daïra de عين الحمام. Tiferdoud هي قرية تابعة لدائرة عين الحمام. Perché à 1197 mètres d'altitude dans le Georgia، بمعنى أنها تقع على ارتفاع 1197 من جورجيا. A remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement، يعني أنها فازت. A remporté، فازت أو حازت بالمرتبة أو الجائزة الأولى في مسابقة كونكور، هو مسابقة تعمل مسابقة حماية البيئة أو المحيط. ويكتش لو 15 أكتوبر 2017 grâce à la mobilisation de tous les citoyens، بفضل grâce à، هي بفضل تحرك أو تأهب المواطنين تاع البلدية هذه. لي سيتويان هم المواطنين. إذن هذا مكتوب بالأسود الغامق نسموه لو شابو، راح نعرفوه بالتفصيل. هذا يسموه لو شابو، واللي قبيل تعرفنا عليه هو لو تيتر، وهذو لي كولون يكونون كامل لو في ديفير. لو في ديفير منين تكون؟ تكون من لو تيتر، من لو شابو، اي لو دو كولون هذو. إذن Tiferdoud a été sacré village le plus propre de Kabylie. Tiferdoud يعني أنها توجت على أنها أنظف قرية في منطقة القبائل. le plus propre de Kabylie. tous les habitants، كل السكان، grands et petits، كبار وصغار، se sont mobilisés pour le nettoyage. se sont mobilisés يعني تحركوا لتنظيفها. تنظيف ماذا؟ تنظيف هذه القرية. et l'ambiance de leur village، وتزيين القرية انتهم، يعني قاموا بتنظيفها وتزيينها. en gardant son architecture traditionnelle، وذلك بالحفاظ على هندستها المعمارية التقليدية. l'architecture هي الهندسة المعمارية، traditionnelle تقليدية. les routes sont propres et aucun déchet n'est visible، الطرق كلها نظيفة ولا يوجد أثر لكل نفاية مرئية، ما نشوفوا حتى نفايات مرمية في الطرقات. وياريت كل الولايات الجزائرية تكون على هذا المثال. des poubelles ont été installées partout، يعني أنه تم تثبيت صناديق للقمامة في كل مكان. هذه هي الصناديق، قاموا بتثبيتها سواء على الجدران أم على أعمدة الكهرباء، لكن داروا الألوان هذه. علاش داروا الألوان هذه؟ باش يديروا كل واحدة، هذه يديروا فيها البلاستيك، هذه فيها الورق، هذه فيها المعدن، واحدة فيها الزجاج، باش يكون سهولة في إفراز هذه النفايات. إذن أكمل. دي بوبيل أونت إيتي إنستالي باغتو et les familles se sont mises au tri، يعني والعائلات بنفسهم كانوا يقوموا بالفرز كما فهمتكم قبل قليل. en séparant déchets biodégradables، وذلك كانوا يفصلوا لي ديشي بيوديغرادابل. واش معنى لي ديشي بيوديغرادابل؟ يعني النفايات القابله للتحلل. ديستيني او كومبوستاج، يعني كانوا يوجهوها للتحويل الى سماد. السماد هو اللي يستعملوه في الاراضي الزراعيه. اي ديشي دومبالاج، والنفايات التغليف يعني كما العلب. ديستيني او ريسيكلاج، يوجهوها الى اعاده التدوير. واش معنى اعاده التدوير؟ يعني البلاستيك هذاك ولا الزجاج يعاودوا يرحيوه ويرجعوا يخدموا به مثلا اشياء من تلك الماده. لي رويل سون اورني دو باكا فلور، يعني الازقه كانت مزينه
بدلاء الزهور، هذه هي لي باكا فلور، هذه الأزقة كنزينوها بهذه الدلاء. Des espaces verts sont aménagés au niveau de toutes les placettes. بمعنى أنه المساحات الخضراء مهيئة على كل المستويات وفي كل الأماكن. Et des fresques ornent les murs. واللوحات الجدارية تزين الجدران. هذه هي اللوحات الجدرانية اللي يسموها لي فريسك. كانوا يرسموا الحيطان باش تعطي أكثر جاذبية وأكثر منظر. إذن des fresques ornent les murs de ce beau village entouré de figuiers. يعني قاموا بتزيين هذه الجدران لهذه القرية المحاطة بأشجار التين. يعني entouré de figuiers. Les efforts des habitants, مجهودات هؤلاء السكان, leur cynisme et leur discipline, يعني الانضباط تاعهم, التكيف تاعهم مع هذيك الثقافة اللي تعلموها, ثقافة التنظيف, pour améliorer leur environnement, باش يحسنوا ولا يجدوا البيئة تاعهم, ils offrirent un cadre de vie, ويوفروا بيئة معيشية, plus sain, أكثر صحية, ont porté leurs fruits, يعني أثمرت هذه المجهودات اللي قاموا بها. إذن هذا بكل سهولة بالنسبة لهذا النص. نمر إلى الأسئلة الموالية. Deuxième question. Où peux-tu trouver ce genre de texte؟ أين يمكن أن تجد هذا النوع من النصوص؟ Justifie ta réponse. وبرر إجابتك. إذن هذا النوع من النصوص وين نشوفوه؟ نشوفوه في الجرائد. إذن في الجرائد دائما ما نصيبه هذا يسموه لو شابو، وعدنا العمودين هذول نسموهم لي كولون، وعدنا أيضا المصدر. إذن هذا نصيبوه في الجرائد. إذن الإجابة c'est un article de presse، هو مقال صحفي، que l'on peut trouver dans des journaux، والذي يمكن أن نجده في الجرائد. التبرير la justification، l'article est présenté en colonne، المقال راه معروض على شكل أعمدة، لذلك نصيبوه في الجرائد. وأيضا يمكن القول مصدر المقال تصيبه تحت هذاك النص اللي هو عبارة عن جريدة. Troisième question. Quelle en est la source؟ ما هو المصدر؟ لما نرجع للنص هذا هو المصدر. D'après Algérie Presse Service، يعني من خدمة الصحافة الجزائرية. إذا الإجابة La source de cet article est l'APS. L'APS هي وشني؟ Algérie Presse Service. الحروف الكبيرة هذه أخذناها سميناها APS. Quatrième question. Comment est écrit le titre؟ كيف كتب العنوان؟ par rapport au texte، بالمقارنة مع النص، et pourquoi، ولماذا؟ إذن لو تشوف هنا العنوان مكتوب بالأسود الغامق، لماذا؟ إذن الإجابة le titre est écrit en gras، العنوان كتبناه بالأسود الغامق pour attirer l'attention du lecteur، باش نجذبوا انتباه القارئ. إذن نظن الفكرة وصلتكم. نمر إلى الصفحة الموالية la page 35. إذن هذه الصفحة تابعة لنفس الصفحة الماضية. إذن ركز معايا. Ce titre donne-t-il envie de lire l'article؟ يعني هل هذا العنوان يعطيك الرغبة في قراءة المقال؟ هذا العنوان هل يعطيك الرغبة في قراءة المقال؟ إذن بطبيعة الحال نعم. لماذا؟ لأنه لما تقرأ العنوان le village le plus propre de Kabylie، يعني القرية الأنظف في منطقة القبائل، يعطيك رغبة باش تقرأ هذا المقال. إذن الإجابة وي car il est accrocheur. واش معناها accrocheur؟ معناها ملفت للنظر او جذاب للنظر. 16e question. Quelle information donne-t-il؟ يعني ما هي المعلومه التي يعطيها هذا العنوان؟ اذا et nous apprend que le village Tiferdoud est le plus propre de Kabylie. يعطينا باللي القريه هذه تيفردود هي انظف قريه في منطقه القبائل. او اجابه اخرى كالتالي il résume le contenu de l'article de presse. يعني يلخص محتوى المقال الصحفي. Septième question. Dans quelle rubrique du journal، إذا في أي قسم من الجريدة، peut-on classer cet article de presse؟ يمكننا أن نصنف هذا المقال الصحفي. في الجريدة كاين أقسام. كاين قسم تاع السياسة، تاع الرياضة، تاع الإعلانات، أو تاع المجتمع. إذا في أي صنف نصنفوا هذا المقال؟ بطبيعة الحال نصنفوه في السوسيتي. أغلبية لي في ديفير اللي حنا نقراهم دائما يكون التصنيف تاعهم في السوسيتي، يعني مجتمع، حادثة أو انتحار أو مبادرة إلى آخره، دائما ما نصنفهم في السوسيتي بمعنى المجتمع. Huitième question. Cet article de presse est، هذا المقال الصحفي عبارة عن واش؟ عبارة عن بغاف، يعني قريناها هي الموجز،
أو أن في ديفير يعني الحدث ولا أون انترفيو بمعنى مقابلة. إذا بطبيعة الحال هو في ديفير ماهوش موجز ماهوش أون بغاف. عرفنا في لابغاف ما يكون عندها لا عنوان ما عندها فقرات متباينة. أما هنا يكمر أنا شفنا أنه عنده عنوان وعنده لو شابو وعنده فقرات متباينة. Julie pour comprendre. Aqra likay afham. Le village a remporté le premier prix d'un concours sur. يعني القرية فازت بالجائزة الأولى في مسابقة حول ماذا؟ La production de la meilleure huile d'olive, يعني في إنتاج أحسن زيت الزيتون. أم la protection de l'environnement بمعنى حماية المحيط أو البيئة. La fabrication de bijoux en argent, يعني صنع المجوهرات الفضية. ولا لا فابريكاسيون دو تابي تراديسيونيل او انتاج السجاد التقليدي. اذا بطبيعه الحال هي جائزه حول مسابقه حمايه المحيط او البيئه لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. دوزيامون كال ترونش دو لا بوبولاسيون ا بارتيسيبي ا سيت بيل كونسيكراسيون. ما هي شريحه السكان التي شاركت في هذا التكريس الجميل او المبادره الجميله؟ اذا لما نرجع للنص نصيبه هنايا اذا Tous les habitants, grands et petits. يعني كل السكان كبار وصغار. إذن, tous les habitants, grands et petits, ont participé à cette belle consécration. يعني شاركوا في هذه التكريس الجميل أو المبادرة الجميلة. Troisième question. Dans quel paragraphe parle-t-on de l'embellissement du village? يعني في أي فقرة تكلمنا على تزيين القرية. Relève tous les éléments de décor installés dans le village. واستخرج كل عناصر الديكور والزينة الموجودة يعني اللي درناها في النص. إذا لما نرجع النص نصيبها في الفقرة الثالثة دون لا تخوازيام باغراف وين زينا الأزقة لغيال سونورني دو باك أفلور إدي سيسباس فيرسون أميناجي إلى آخر. إذا الإجابة دون لا تخوازيام باغراف. أما العناصر المزينة هي لغيال أغني دو باك أفلور يعني الأزقة كانت مزينة بهذه الدلاء دلاء الزهور. أيضا عدنا des espaces verts aménagés au niveau de toutes les placettes يعني مساحات خضراء مهيئة في كل الأماكن. وأخيرا عدنا des fresques en les murs يعني اللوحات الجدارية التي زينت الجدران. Quatrième question. Comment les familles traitent les déchets يعني كيف قامت العائلات بفرز النفايات؟ كما شرحنا قبل قليل إذن les familles traitent leurs déchets en séparant les déchets biodégradables destiné au compostage et les déchets d'emballage destinés au recyclage. يعني العائلات فرزوا هذه النفايات بفصل النفايات القادرة على التحلل ووجهوها إلى الكومبوستاج بمعنى التحلل أو السماد. وأيضا النفايات ذات العلب يعني المعلبة وجهوها إلى إعادة التدوير اللي هو recyclage. Cinquième question. Retrouve dans le dictionnaire la signification des mots soulignés. يعني أوجد في القاموس معنى هاته الكلمات المسطرة في القاموس ولا في الانترنت. نحوس على ديشي ديغرادابل يعني النفايات القابلة للتحلل. ديستيني أو كومبوستاج يعني الموجهة إلى التحويل إلى السماد. إذن لما نبحث في الانترنت ولا نبحث في القاموس نجد هذه الشروحات. إذن لي ديشي بيو ديغرادابل سون دي ديشي كي سون ديتروي ناتوريلمون بار دي ميكرو أورغانيزم بمعنى أنه النفايات القابلة للتحلل بيوديغرادابل يتم إتلافها سون ديتروي ناتوريلمون طبيعيا من طرف أو عن طريق الكائنات الحية الدقيقة. أما الكلمة الثانية الشرح نتاعها لو كومبوستاج اي لو بروسيسو دو فورمونتاسيون دي ديشي أورغانيك يعني هذا السماد هو عملية تخمير النفايات العضوية. سو كومبو غيش أون مينيرو يعني هذا السماد غني بالمعادن مينيرو سير دونغري ويستخدم كسماد بور لي بلونت اي لي كولتور يعني يستخدم كسماد للنباتات والمحاصيل. اذا هذه عباره عن معاني كثقافه عامه. سيزيام كيستيون مي لو نون دو لا ماتيير سو لي ديشي ريسيكلابل سويفون يعني ضع هذه الاسماوات تحت المواد القابله للتدوير. لو فيغ اللي هو الزجاج لو بابيي يعني الورق الميتال يعني الحديد بمعنى المعادن البلاستيك معروف. اذا الصوره الاولى عباره عن بلاستيك اذا لو بلاستيك. دوزيام فوتو لو فير يعني زجاج لو بابي يعني المعلبات المصنوعه من ورق.
في الأخير لو ميتال المعلبات المصنوعة من حديد. وأخيرا جولي بور ميو كومبروندر يعني نقرأ باش نفهم أكثر فأكثر. كومون أبيلتون لو باساج إكري أون غرا يعني كيف نسمي المقطع لو باساج المكتوب بالأسود الغامق أون غرا أو مكتوب بخط عريض إي أون إيتاليك بمعنى خط مائل كي سو تروف سو لو تيتر والذي هو موجود تحت العنوان. إذن لما نرجع للنص هذا هو المقطع الذي يتحدث عنه مكتوب بالأسود الغامق أو خط عريض ومكتوب أيضا أونيتاليك أونيتاليك بمعنى خط مائل وش نسموه؟ إذن سميناه لو شابو كما أسلفت الذكر إذن نسموه لو شابو. أما لو كور دو لارتيكل هو هذا لو كولون هذا هو لو كور دو لارتيكل لا سورس هو المصدر نصيبه هنايا إذن اشفع لي هذا نسموه لو شابو. راح نتعلموا بعدها كيفاش نكتبوا لو شابو أو إذا حبيت تتعلموا الآن أهبط أسفل الفيديو في صندوق الوصف تجد رابط هذا الفيديو. نمر إلى الصفحة الموالية لاباج 36. إذن بعد ما أجبنا على السؤال الأول للصفحة 35 نمر إلى السؤال الثاني. دوزيام كيستيون رومبلي لو تابلو سويفون ا بارتير دو لارتيكل املأ الجدول التالي انطلاقا من المقال. إذن الجدول هذا وش فيه؟ فيه العنوان لو تيتر وفيه لو شابو. إذن أول شيء راح ندير الجدول تاع لو تيتر وحده ونجيب الصورة اللي فيها العنوان. كي بمعنى من؟ إذن هو تيفردود يعني القرية ان فيلاج. حاول تركز معايا هذه ديما يعطوها في الفرض يعطيك الجدول ويطلب منك أنك تملاه انطلاقا من النص. إذن العنوان اللي هو قلنا كي من تيفردود ان فيلاج. كوا على ماذا لا يحكي؟ يحكي على أنظف مدينة في منطقة القبائل إذن لو بلي بروبر أو أين إذن أون كابيلي إذن في القبائل. كون متى؟ ما كاين تاريخ هنايا إذن ما كانش ما عندناش هنايا كون. كومو كيف ذلك؟ ما عندنا حتى تفاصيل إذن ما كانش كومو. هذا بالنسبة لو تيتر. أما بالنسبة لو شابو ركز معايا هذا هو لو شابو اللي مكتوب بالأسود الغامق أون إيتاليك يعني بخط مائل. كي على مرة يحكي على تيفردود ان فيلاج. كوا ماذا يح إذن ا رومبورتي لو برومي بري دان كونكور سور لا بروتيكسيون دو لانفيرونمون يعني حازت على المرتبة أو الجائزة الأولى في مسابقة حماية المحيط أو حماية البيئة. قبل في العنوان وجدنا أنه يحكي على أنظف مدينة أما في لو شابو هنايا أكثر تفصيل يعني حازت على الجائزة الأولى. أو أين إذن في دائرة عين الحمام على ارتفاع 1197 متر من جرجرة. إذن هذا أكثر تفصيل. فلو تيتر لقيناه في القبائل فقط أون كابيلي. أما فلو شابو أكثر تفصيل. كون متى أو التاريخ لو 15 أكتوبر 2017. كومو كيف ذلك؟ غراس ا لا موبيليزاسيون دو تو لي سيتويان بفضل تحرك كل المواطنين. إذن راح نملى الجدول لو شابو كي نفس الشيء تيفير دو دان فيلاج. Quoi, Mada a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. Hnaya kanet, le plus propre faqat, amma hna akthar tafsil. Aina fi al-qaba'il, amma fi le chapeau, dans la daïra, d'Aïn al-Hammam, à 1197 mètres d'altitude dans le Djurdjra. Quand hna ma kanch fi le titre, amma fi le chapeau, l'gina le 15 octobre 2017. Comment la mobilisation de tous les citoyens, yani taharruk kul al-mouad. إذن هذا هو الجدول الخاص بالعنوان والجدول الخاص بلو شابو. كومبار لي دو كولون يعني قارن بين العمودين اللي قبيل خدمناهم تاع لو تيتر ولو شابو. روتروفتو لي ميم زانفورماسيون هل وجدت نفس المعلومات؟ إذا بطبيعة الحال وجدنا نفس المعلومات وي مي دون لو شابو إليا بلو دو ديتاي يعني أكثر تفصيل في لو شابو كما شفنا. بي كيلز سون لي زينيمون دو تيتر روبري دو لو شابو يعني ما هي عناصر العنوان المدرجة في لو شابو؟ Quels sont les éléments nouveaux؟ وما هي العناصر الجديدة؟ إذا لما نرجع الجدولين إذا كي عدنا نفسهم كوا كوا و او اي او إذا هذه العناصر المشتركة. إذا الإجابة les éléments communs العناصر المشتركة répond aux questions تجيب على الأسئلة التالية كي كوا او. إذا في لو تيتر لو شابو دائما ما نلقاون عناصر تالية كي كوا او. اما العناصر الجديدة لي زيليمون نوفو ريبوند او كيستيون كون او كومون. اذا في لو تيتر دائما ما تصيب كي كوا او. اما في لو شابو تصيب كي كوا او
et quand et comment. Amma بالنسبة للسؤال الأخير, c'est à quelle question répond le titre, يعني على أي أسئلة يجيب العنوان. إذن العنوان يجيب على الأسئلة التالية. إذن il répond aux questions qui, quoi et où. إذن لازم تتعلم باش كي تجي دير عنوان لازم تجاوب على ثلاث أسئلة اللي هو كي, quoi et où, وبكل اختصار. أما في لو شابو تجاوب على خمسة أسئلة اللي هي كي, quoi, où, quand et comment, وبكل تفصيل, يعني plus détail. Troisième question. Sous quelle forme le titre est-il rédigé? على أي شكل أدرج العنوان أو تحت أي شكل كتب العنوان. Sous forme de phrase verbale, على شكل جملة فعلية ou de phrase nominale أو على شكل جملة اسمية. D'après toi, pourquoi? ومن خلالك أنت لماذا؟ إذن العنوان أدرج على شكل جملة اسمية. Il est rédigé sous forme de phrase nominale. لو ترجع للعنوان ما تصيب فيه ولا فعل. لماذا؟ Pour donner l'essentiel de l'information, هنا يخلي espace de l'information et attirer l'attention du lecteur. يعني باش يعطينا أهمية المعلومات أو المعلومات المهمة لكي يجذب انتباه القارئ. Quatrième question. Transforme le titre pour obtenir une phrase qui contient un verbe. يعني حول العنوان لكي تتحصل على جملة تحتوي على فعل et qui résume l'événement والتي تلخص الحادثة. إذن عدنا مثالين. المثال الأول تيفردود اي لو فيلاج لو بلو بروبر دو كابيلي. في العنوان صبنا تيفردود ومن بعد درنا فيرغول لو فيلاج لو بلو بروبر دو كابيلي, معناها ما فيش فعل. أما هنايا أضفت لو فيرب اتر برك, يعني نعرف فيها تيفردود اي لو فيلاج لو بلو بروبر دو كابيلي, يعني هي القرية الأكثر نظافة في القبائل. أو مثال آخر تيفردود ا ايتي ايلو فيلاج لو بلو بروبر دو كابيلي, يعني تيفردود تم التصويت عليها على أنها أفضل قرية نظيفة في القبائل. Cinquième question. À quelle personne le texte est-il rédigé؟ يعني لمن كتب هذا النص؟ بطبيعة الحال كتب للسياح. إذن il est rédigé pour le touriste. Le touriste هو السائح. Récapitulons. فنلخص. En binôme, يعني زوج زوج مع بعضكم. Aidez-vous de la photo, بمساعدة الصورة, et des réponses aux questions précédentes, وبالإجابات على الأسئلة الماضية, pour rapporter avec vos propres mots l'essentiel de l'événement. بمعنى أنه بمساعدة الصورة والإجابات اللي كنا جاوبنا عليها على الأسئلة, شكل بكلماتك الخاصة أهم أحداث هذه المبادرة. إذن ركز معي. Le 15 octobre 2017, هذا quand, يعني الزمن, وقتاش. تيفردود ان فيلاج, هذه كي, يعني وشكون اللي نهضروا عليه. دو دايره دو عين الحمام سيتوي ا 1197 متر دالتيتود دون لو جورجرا, هذه وشني, هذه عباره عن المكان. او ا رومبورتي لو تيتر دو فيلاج لو بلو بروبر دو كابيلي, حازت على عنوان افضل مدينه نظيفه في القبائل. هذه كوا, واش الحادثه اللي نحكوا عليها. اما الاخير grâce à la mobilisation des grands et aussi des petits. هذه شنو؟ comment, بمعنى كيفاش صرات هذه المبادرة. اذا راكم تشوفوا هنايا اجبنا على كل الأسئلة quand, qui, où, quoi et comment, وراني درتها لكم بالالوان باش تعرفوا كل شيء بالتحديد. اذا هذا بكل سهولة. نمر الى الشيء الاخر, je retiens l'essentiel, يعني نتعلم الاهم. ركز معايا مليح. le titre de l'article doit être court, لازم يكون العنوان قصير ما يكونش طويل. Il est rédigé sous forme de phrase nominale, يعني نحطوه على شكل جملة اسمية ou verbale أو جملة فعلية. Il répond aux questions qui, quoi, où, ويجيب على الأسئلة التالية qui, quoi, où, كما شفنا في المثال اللي سبق. أما فيما يخص le chapeau de l'article, reprend le titre et résume l'événement, يعني يدي العناصر تاع العنوان ويلخص الحادثة. Il répond de manière brève aux questions qui, quoi, quand, où et comment, يعني ويجاوب بطريقة تاع الموجز اللي كنا تعرفنا عليه في السيكونس 1, ويجاوب على الأسئلة qui, quoi, quand, où et comment, كما شفنا في المثال السابق. إذن هذا بكل سهولة. هذا لازم تشفع عليه مليح كيفاش تكون العنوان وكيفاش تكون لو شابو.
اهبط تحت صندوق الوصف تصيب رابط الفيديو اللي درنا فيه كيفية إنشاء لو شابو. وفي الأخير je vais plus loin, je donne mon avis. ونمد رأيي يعني في هذا الحديث. Je pense que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. أظن بأن حماية المحيط هو مسؤولية الجميع. En effet. إذن je pense que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. En effet, nous sommes tous responsables de la détérioration du milieu naturel. يعني نحن جميعا مسؤولون عن تدهور الوسط الطبيعي. Détérioration هي تدهور. Milieu naturel هو الوسط الطبيعي. Et nous devrions te prendre exemple sur cette mobilisation citoyenne. يعني وعلينا جميعا أن نأخذ المثال. يعني هذا prendre l'exemple. وش المثال؟ مثال تحرك المواطنين لبلدية تيفردوت. Et nettoyer l'environnement dans lequel nous vivons. يعني وننظف المحيط الذي نعيش فيه. La nature est de plus en plus malade. الطبيعة تزداد مرضا أو تزداد سوءا أكثر فأكثر. Et nous devons réagir ولازم علينا التحرك avant qu'il ne soit trop tard. يعني قبل فوات الأوان. إذن هذا بالنسبة لهذا التعبير. أشكركم على حسن المتابعة الإصغاء. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.